كيف تظهر كأنك هاكر في أقل من دقيقة؟ أولا قم بالدخول إلى خانة البحث، ثم قم بكتابة CMD وادخل على الخيار الأول. بعدما تدخل عليه قم بجلب النافذة وقم بتكميرها، وقم بكتابة color A COLOR ثم فراغ ثم A واضغط على OK. هكذا سيتغير معنا اللون إلى اللون الأخضر. الآن قم بكتابة الكلمة التالية DER ثم سلاش S، وفي هذه الحالة الآن قم بالضغط على Enter وهذه هي النتيجة، أصبحت تظهر كأنك هاكر. كيف تظهر كأنك هاكر في أقل من دقيقة؟ أولا قم بدخول، ولكن ليش انه تتظاهر كانك هاكر في اقل من دقيقه باستخدام سي ام دي؟ خلي علمك شغلات تقدر تستخدمها بالسي ام دي تفيدك وما كنت اعتذر كهاكر، وانما تستخدمها في حياتك اليوميه. تعال وياي. اللي هي اي بي كونفيجر، اللي هي اي بي كونفيج ذن اول. هاي هنا يطلع لك كل، طبعا هاي برايفت المفروض ما اطلعها انا، بس على كل حال يلا مهم. هاي هنا يطلع لك كل النتورك، النتوركس اللي انت كنكت عليهن. ف اعتقد راح اغوش هاي. اذا كتبنا color A على سبيل المثال، بوم تغير اللون الى color A. بس تقدر هواي امور تسوي، مو بس color A. مثلا ما تقدر مثل ما هو سوى، مثلا driver query، driver query مثلا driver query اذا حطينا FO وحطينا list وحطينا V، هذا طلع لك كل السب دومينز الموجوده او سب دايركتوري الموجود اللي بالحاسبه، دايركتوري والسب دايركتوري، كل الملفات وتفرعاتها بالمختصر مفيد يعني. فالملفات اللي تم تنزيلها للحاسبه، اي معناه خلينا نقول التطبيقات. فاذا تصعد فوق هسه حاليا، خلينا نصعد اكثر شيء فوق، وهنا مثلا نشوف موديل نيم الى اخره، ديسبلاي نيم، ديسكريبشن، يعطيك كل المواصفات لكل شيء تم تنزيله على الحاسبه. اوكي، كله تم تنزيله بهاي الحاسبة. إذا نزل جوا إحنا كل شيء، كل الجوا يعني. إذا كتبنا مثلا، خلينا نبدأ أكثر هكرية. أوكي، إذا كتبنا تري هنا ثانيا طلع كل الملفات وكل تفرعات الملفات الموجودة بالحاسبة ثانيا. أوكي، إذا مثلا كتبت WMIC product get name، product get name. أوكي، فهسه حاليا هنا ايش راح يسوي لك؟ راح يعطيك كل البرودكت مال جيت نيم مال كل البرودكت مال الحاسبه، فيعطيك مثلا ويندوز بي سي هيلث تشيك الى اخره. هواي امور يعطيك اياها هنا، تقدر تشوفها وتقدر تكتب كل، راح اكتب لك اياها كلية جوا بالدسكربشن. اوكي، مثلا تقدر انت تسوي سكان، مثلا كتبت اس اف سي، كتبت سكان ناو، سكان ناو. اوكي، هنا انا هسه شو اقول لك؟ اقول لك beginning system scan، beginning verification phase of a system scan، verification 4%، complete الى اخره 5%، وهكذا. بعد ما ينتهي تقدر تتاكد ان الحاسبه بها اخطاء او لا. ما الفيديو عجبك؟ في حال عجبك يو نو بوت لايك سبسكرايب. راح انزل بعد فيديوهات ان شاء الله، وسلام.